مركز الاستماع صرف ديكوت pour les victimes. كما تعلمون ضحايا الاعتداءات الجنسية هذه الاعتداءات تخلف أضرار على المستوى النفسي والصحي، تخلف أضرار طبعا اجتماعية، وبالتالي ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي ومنهن ضحيتين حاضرتين معنا اليوم سيدلين بتصريحات للحاضرين عن معاناتهن من خلال تعرضهن هذه الجرائم الجنسية ومن خلال مخلفات هذه الجرائم عليهم وعلى حياتهم الخاصة، على حياتهم العائلية، على عدم قدرتهم خروج مجال الشغل بعد هذه الجرائم، على وصمة العار والسمعة التي تتبع ضحايا الاعتداءات الجنسية ما بعد ارتكاب هذه الجرائم، ما بعد المحاكمة قبل وما بعد المحاكمة. وبالتالي الجمعية أعتقد اليوم اللي بكل جرأة خاض في مجال اللي كيتطلب جهد كبير، كيتطلب إمكانيات كبيرة، وطبعا هذا سيكون بالتواصل. طبعا هذا اللقاء من بين اللقاءات اللي الجمعية تتشرف بلقاءات بلقاء الجسم أو السلف الدبلوماسي بالمغرب، هناك لقاءات تواصلية. الآلية طبعا ستكون متعلقة بلقاءات مع كل المتدخلين في هذا المجال الخاص بحماية الضحايا من أجل التواصل، من أجل إسماع صوت الضحايا. اليوم كما نعلم وفي بلدانكم كذلك هناك طابو الحديث عن الاعتداءات الجنسية، عن ارتكاب الجرائم الجنسية. الضحايا لا يستطيعون ولا يستطيعون التصريح بأنهم ضحايا الاعتداءات الجنسية. ربما في دول متطورة ككندا وكأمريكا وكأوروبا، دول أوروبية، لا تستطيع الضحايا التصريح بارتكاب جرائم في حقهم وفي حقهم. اليوم كنعتبر بأن ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب من خلال مجموعة من الملفات المعروضة اليوم على القضاء، من خلال ملفات أخرى لا زالت لم تعرض على القضاء، ملفات والدليل على ذلك منذ تأسيس الجمعية توصلنا بمجموعة من الطلبات من أجل احتضان ضحايا الاعتداءات الجنسية. كما قلت نظرا للخصائص الموجود في هذا الباب وفي إطار تدخل المجتمع المدني في هذا المجال، لهذا الجمعية أمامها عمل كبير من خلال التواصل وإيصال صوت الضحايا ومن خلال الآليات وتفعيل الآليات اللي ممكن بها تساعد الضحايا على تجاوز هاد الأضرار اللي كانت تلحقهم بعد ارتكاب الجرائم والاعتداءات الجنسية في حقهم. السيدة الرئيسة، هل يتم الاتصال بكم مباشرة من قبل الضحايا ومن قبل جمعية حقوق الإنسان أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ هل سبق لكم توقيع على اتفاقيات مع منظمات غير حكومية تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان سواء كانت وطنية أو أجنبية؟ هل تفضلتم بذكر بعض النماذج الأمثلة؟ Monsieur, avec seulement une petite information technique, le canal espagnol a été rétabli. Donc la traduction en espagnol fonctionne. Voilà. أبريل 2021، يعني في عمر الجمعية 3 شهور، قامت بمجموعة من الأنشطة على المستوى الداخلي واللي كان أساسها وضع برنامج سنوي للجمعية اليوم، ومجموعة ديال اللقاءات عرضت فيها الضحايا تصريحاتهم ومعاناتهم أمام مسؤولين وأمام رجال ونساء الإعلام المغربي والخارج. طبعا
لازلنا لم نوقع أي شراكات مع منظمات أخرى سواء حكومية أو غير حكومية، ولكن هذا وخلال البرنامج المقبل سيكون من بين أهداف ديال الجمعية أو آليات الجمعية لتحقيق أهدافها من خلال توقيع على شراكات، لأن المجال للاشتغال فيه مجال حقوق الإنسان هو مجال غني وشاسع، ومجال حماية الضحايا كذلك ونحن في بلد فيه خصائص كبير في هذا المجال على جميع المستويات، سيكون هناك طبعا مجال لتوقيع شراكات للقاء. طبعا كانت لنا لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ولكن الفرصة القادمة وفرص قادمة للقاء جمعيات أخرى، للقاء مسؤولين، للقاء كل المتدخلين، ولشراكات سواء مع منظمات داخل أو خارج المغرب. وهذه فرصة بأن السفراء الدول الأجنبية يمكن لهم يقترحوا على الجمعيات المثيلة في بلدانهم النشاط ديال جمعيتهم باش يدخلوا معكم في اتصال. هل تخططون لإقامة مركز استماع مخصص للمتابعة النفسية للضحايا للحفاظ على كرامتهم وليكون مندا آمنا للضحايا؟ لكم الكلمة. طبعا سيد الرئيس، كما قلت سابقا من بين الآليات التي ستشتغل الجمعية على توفيرها، طبعا هناك مراكز استماع بالنسبة لجمعيات أخرى تشتغل في مجالات أخرى خاصة في مجال العنف ضد النساء، ولكن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ونظرا لاختصاصها في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، الآلية أساسية من بين الآليات التي ستشتغل على إعدادها هي مركز الاستماع لهؤلاء الضحايا، أولاً لفتح المجال لهؤلاء الضحايا لمتابعتهم ومصاحبتهم النفسية والطبية، وكذلك وليكن عبرة ومثالاً لضحايا آخرون لعدم السكوت، لا لإسكات ضحايا الاعتداءات الجنسية. مراكز الاستماع ستكون فرصة لهم للإدلاء أو للحكي عن كل معاناتهم، وطبعا نحن ننتظر كجمعية من أهدافها الأساسية المجال يفتح لضحايا آخرين وضحايا أخريات من أجل التصريح، من أجل الإعلان، من أجل الجهر وكسر جدار الصمت حول ما يتعرضنا له من اعتداءات جنسية. شكرا. سيدة الرئيسة، كمرأة يسارية، ما رأيك في رفع طوق عن من طرف المعطي المجيب وحزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم حاليا، على فتح محاكمة عبد العالي حميدي الجائع الرئيسي المزعوم في اغتيال ايدي جي؟ هل توافقين على رد فعل الناشط الريفي سعيد عمراني المقيم في بروكسل والذي بعث برسالة مفتوحة الى المعطي المجيب يندد فيها بإحيازه؟ هل تعتقدون ان تقديم جمعيتكم او تقدم جمعيتكم كطرف مدني في هذه الدعوة، هل تعتقدون ان جمعيتكم ستتقدم طرفا في هذه الدعوة؟ أظن سيد الرئيس محترم، الجزء الأخير من سؤالكم هو جواب على بداية السؤال، لأن كما قلت النظام الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا حدد الإطار العام لاشتغال هذه الجمعية، والإطار العام لعمل الجمعية ولتخصصها، والجمعية هي ملزمة باحترام طبقا للقانون، هو حماية والدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، وبالتالي مجموع الملفات اللي انتم تطلتوا ذكرها سواء ملف عيد أو ملف الناشط العماني أو غيرهم، كل هذه المسائل لا تدخل في مجال اشتغال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. طبعاً
ربما فهمتم بأن ضحايا تعني كل ضحايا الجرائم، ولكن نحن نشتغل في إطار ضحايا الاعتداءات الجنسية، وبالتالي هذه مجالات خارجة عن مجال الشغل الجمعية، ولا يمكننا كجمعية أن نتنصب فيها طرفا مدنيا للدفاع عن ضحايا هذه الجرائم، اللي هي طبعا جرائم حق عام ولكن لا تدخل في اختصاص الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. لقد عقدتم مؤخرا مؤتمرا صحفيا بشهادتهم حول الفضائع التي عانوا منها، ولن نلحق هذا التمرير المؤلم اليوم بحفصة وطهر وسارة المص وعادل عيد وشرف الحاضرون هنا معنا، ضحايا توفيق بوعشرين وعمر راضي وسليمان الرسولي، إلا إذا رغبوا في إسماع أصواتهم. حسب رأيك، لماذا يحاول بعض الإسلاميين وبعض أعضاء اليسار المتطرف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسييس هذه المحاكمات التي هي ليست إلا محاكمات في إطار القانون؟ سيد الرئيس، هناك مجموعة من بين كما قلت مجال اشتغال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية أساسا. أحيط علما الحضور الكريم بأن مجموعة المحامين الحاضرين هم أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وكانوا جميعا دفاعا عن ضحايا الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها المطالبين والمطالبات بالحق المدني، وخاصة في مجال أو في بالنسبة للنساء اللواتي كنا هم ضحايا الاعتداءات الجنسية أكثر من غيرهم. كان ملف توفيق بوعشرين، وأظن وأتمنى أن يكون مجموعة الحاضرين قد تابعوا بعض تفاصيله باعتباره ملفا أخذ حيزا كبيرا على مستوى الإعلام المغربي والخارجي. توفيق بوعشرين صحفي مغربي، ولكن توبع في إطار جرائم الحق العام من أجل الاستغلال الجنسي في إطار جرائم الاتجار بالبشر لا تخيط دي زيتر دي ماس. توبع من أجل جرائم الحق العام من أجل استغلال مرؤوسه ومرؤوساته، وهو كان رئيسهم في المقاولة التي يملكها. طبعا دافعنا كمحامين آنذاك، لم تكن الجمعية مؤسسة، عن ضحايا الاعتداءات الجنسية لضحايا ملف توفيق بوعشرين المالك لمقاولة إعلامية في المغرب. كان طبعا دفاع المتهم يحاول في كل مرة، كما هو حال ملفات اليوم المعروضة على القضاء، تسييس القضية وتدويلها، بمعنى أن ندافع عن الإفلات من العقاب، أن يفلت المتهم بارتكابه لجرائم جنسية جرائم حق عام من العقاب. ونحن خاصة في ملف توفيق بوعشرين وفي جلسات سرية تابعنا أشرطة فيديوهات مسجلة لاعتداءات جنسية لهذا الرئيس على مرؤوساته. طبعا هناك محاولة من جهات معينة هدفها الوحيد والأوحد هو المس بسمعة هذا البلد والمس بمساره في النهوض بحقوق الإنسان، لكن الحقيقة والحقيقة القضائية التي صدرت هو إدانة توفيق بوعشرين من أجل الاتجار بالبشر في حق 11 صحفية تعرضن خلال سنوات لاعتداءات جنسية، وهن يعانين اليوم من مخلفات هذه الاعتداءات الجنسية. وطبعا تحضر معنا إحدى الضحايا السيدة سارة المس، التي ستدلي لكم وستصرح أمامكم الحضور الكريم بمعاناتها اليوم، كيف عانت قبل المحاكمة، كيف عانت أثناء اشتغالها بالمقاولة، وكيف عانت اليوم وتعاني بعد
المحاكمة وبعد إدانة المتهم بخمسة عشر سنة سجنا نافذا. اليوم كذلك ملفات معروضة على القضاء بالنسبة للمتهم عمر راضي وسليمان الريسوني. هي ملفات اليوم كنا بالأمس في جلسات هذه الملفات جلسات معروضة على القضاء الجنائي المغربي وتتعلق بالاغتصاب وهتك العرض. وبعد طلب الضحايا مؤازرة الجمعية لهم التحقنا كدفاع واليوم نحن ندافع على هؤلاء الضحايا. مع الأسف يتم سلوك نفس النهج، هو النهج أو الأسلوب الذي يتعلق بتسييس القضية. هل ونحن نعتبر بأن كل المغاربة سواسية على القانون وبأن المغرب سلك خطوات عظيمة وكبيرة في إطار النهوض بحقوق الإنسان؟ لا زال لم نقل أننا حققنا كل شيء، ولكن لازلنا نناضل من أجل تكريس حقوق الإنسان. مع الأسف الأساليب المتبعة من أجل تسييس وتدوين هذه القضايا والمس باستقلالية القضاء والمس بالفصل بين السلطات من طرف من يدعمون المتهم عمر راضي والمتهم سليمان الريسوني. وهنا أدي لكم وأتمنى من الحضور أنهم يتبعوا معنا بشكل يعني وبحرص كبير الممارسات التي يقوم بها هؤلاء. هؤلاء نقصد اليوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهم مجموعة فيهم حقيقة مناضلون وفيهم من يدعون النضال، وهناك من يساندون سليمان الريسوني وعمر راضي لأسباب غير معروفة. طبعا يمكن أن تكون هناك أسباب خفية لا نعلمها كجمعية، ولكن الحقيقة بأنها ليست في إطار الدفاع عن حقوق سليمان الريسوني ولا عمر راضي، ولكن عمقها هو المس بالدولة المغربية، المس باستقلال القضاء والدفاع عن الإفلات من العقاب. بالأمس حضر إلى المغرب الكاتب العام لمنظمة صحفيون بلا حدود. هؤلاء المساندون والمدعمون للمتهم عمر راضي وسليمان الريسوني نظرا لنوع من التصعيد الذي قاموا به في اتجاه لي يد السلطات المغربية من خلال دفع المتهمين للإضراب عن الطعام داخل أماكن الاحتجاز، ونحن نعرف تاريخية الإضراب عن الطعام، لماذا كان سجناء يمارسون أو يسلكون إضرابا عن الطعام ومعركة الأمعاء الفارغة من أجل تحسين وضعيتهم في أماكن الاحتجاز. الوضعية الاجتماعية فقط من أجل السكن والتمريض والاستراحة وإلى غير ذلك. مع الأسف اليوم يستغل البعض وأخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للأسف تاريخ الجمعية تم ضربه عرض الحائط، يستغله كذلك مساند ومؤيد للمتهمين مع العلم أنهم ارتكبوا جرائم حق عام في حق شابة وشاب، ويقولون بأنهم يدافعون على حقوق الإنسان ولا علاقة لذلك، فقط هي ممارسات يتم تخيل معي عند وصولهم اليوم إلى الباب المسؤول من خلال كل الممارسات التي مارسوها. اليوم وصلوا إلى الباب المسؤول. عمر راضي أمسك عن الإضراب عن الطعام واليوم يحضر إلى المحكمة. سليمان الريسوني لا زال يتمادى ويمارس دفاعه في استراتيجيته للدفاع، والمتهم كذلك ممارسات تمطيط وتطويل. اليوم نحن في الملف لجدنا في بداية الملف المنا على مستوى المناقشة القضائية. لماذا؟ لأن استراتيجيته في التمطيط. لماذا التمطيط؟ لمحاولة إخراج الملف من المحكمة
وأصوار في كمال مناقشة الملف على المستوى الإعلامي وتدويلي على المستوى الدولي وإدخال منظمات من أجل التأثير في القضاء المغربي. ما معنى الاستعانة بالكاتب العام لمنظمة صحفيون بلا حدود لتقديم رسالة طلب العفو عن الصحفيين المتهمين في إطار جرائم الحق العام لجلالة الملك بالمغرب؟ هذا يعني بأن الجمعية والمساندون للمتهم وصلوا إلى الباب المسدود. هذا يعني أنهم لا يستطيعون هم تقديم هذه الرسالة. لماذا يلجؤون إلى أطراف خارجية؟ لماذا يلجؤون إلى الكاتب العام لصحفيون بلا حدود من أجل تقديم هذه الرسالة؟ هذا يعني طبعا بأنهم يخافون إذا هم مارسوا هذه المسألة وتقدموا بطلب العفو سيتم ضرب كل مصداقيتهم التي يدعون أنهم يدافعون عنها وأنهم مناضلون وأنهم حقوقيون. اليوم نقول ونحن كدفاع عن الضحايا بأن الأساسي في كل هذه المسار في كل هذا المسار الحقوقي للمغرب أننا ندافع عن دولة الحق والمؤسسات خاصة بعد دستور 2011، ندافع عن استقلال القضاء. نقول بأن كل ممارسات اليوم هناك سيدة كانت متابعة في المغرب ولجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث وهي شرطية سابقة تتحدث عن ملف عمر راضي بتفاصيل لا يعلمها إلا المحامون، تفاصيل ملف مصدرية وإجراءات مصدرية وفصول قانونية لا يمكن أن يعلمها إلا المحامين والقضاة. كيف لهذه السيدة اليوم التي تعيش في الولايات المتحدة أن تدلي بتصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تناقش فيها الملف وتقول هذه هي الهفوات المتواجدة بهذا الملف المصدرية والإجرائية؟ هذا يعني أن هناك اتصال من دفاع المتهمين بهذه السيدة، والهدف الأساسي من وراء ذلك طبعا هو المس بسمعة هذا الملف، المس باستقلال القضاء، والمس بدولة الحق والمؤسسات التي ناضل المغاربة ولا زالوا يناضلون من أجل تثبيتها في بلدنا. شكرا. والآن جاء الوقت على الأسئلة، أعطي الفرصة للسيدة السادة السفراء راغبون في طرح الأسئلة على أعضاء الجمعية. S'il y a des questions à poser à la, aux membres de la, de l'association. Rwanda, Madame l'ambassadeur de Rwanda. Monsieur le Président, de me donner la parole. Tout d'abord, Madame Bonsoir, j'aimerais vraiment vous féliciter pour cette action fondamentale de défense des droits de la femme et de l'homme par rapport à la violence sexuelle. En fait, en vous voyant, je me vois en 90, où au Rwanda, on a créé exactement à la même association. Aujourd'hui, elle s'appelle Havoka. Ça veut dire l'espoir de l'enfance. Mais je ne viens pas parler de cette association et de moi-même, seulement je voulais tout simplement peut-être partager avec vous par rapport au Rwanda, quelques types de lois que le gouvernement met en place pour justement prévenir et combattre les crimes en matière de violence domestique en général, violence juridique. D'abord, la constitution rwandaise prévoit que
les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Et politiquement, les femmes ont droit au moins à 30% des postes de prise de décision. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.